نمضي بك إلى صحيفة السوداني ومنها نقرأ: ثلاثة وزراء يمثلون أمام لجنة برلمانية بشأن ارتفاع أسعار السلع. يمثل وزير الصناعة والتجارة غدا أمام لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان بشأن ارتفاع أسعار السلع، فيما يمثل وزير الكهرباء معتز موسى يوم الثلاثاء حول أثر زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي. وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة عبد الله مسار في تصريحات صحفية إن اجتماع لجنته مع وزيري الصناعة والتجارة لمعرفة التدابير التي وضعت لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. وكشف عن اجتماع في ذات الاتجاه مع نيابة حماية المستهلك وغرفة المصدرين بشأن ارتفاع الأسعار. يعني ما هي جدوى استدعاء الوزراء للبرلمان بشأن الأسعار بعد تأكيد نائب رئيس الوزراء بأن الموازنة لن يتم تغيير سطر فيها؟ يعني اعتقد انه يعني لست متفائلا كثيرا بهذا الاستدعاء. قد يكون استدعاء شكلي ليبرر البرلمان دوره الرغابي وغيره، خاصه انه قيادات في البرلمان قالت انه الموازنه لم يتم عرضها بشفافيه بتوضيح لنتائجها وتاثيراتها على مستوى السوق. هذه قيادات في البرلمان اشارت الى ذلك في عدد من الاحاديث الصحفيه، ولكن هناك مساله خطيره فيما يتعلق باتجاه عدد من التصريحات المنسوبه للغرفه الصناعيه، بان هناك عدد من المصانع ستتجه لاغلاق ابوابها وتشريد العاملين لاحتبارات تتعلق بتكلفه الانتاج. الموازنه الاخيره وضعت يعني يمكن نقول هي بزياده الدولار الجمركي وزياده تعرفه الكهرباء خلقت نفقات متزايده لا تستطيع المصانع كما ادعت انها تستطيع تغطيتها. هذا الامر يعني يشكل خطوره كبيره على الاقتصاد السوداني، خطوره اضافيه. لذلك لابد للبرلمان ان يتخذ او يشحذ خطواته وادواته لتطوير وتلافي الخطوره التي تؤدي الى اغلاق هذه المصانع وتشريد العماله، وهو ما يؤثر على مساله الانتاج، يؤثر ايضا على مساله النمو على مستوى مستقبلي، خاصه الموازنه تهدف لزياده النمو، ولكن بهذا الشكل اعتقد اننا سنشهد انخفاض في نسبه النمو وانخفاض في نسبه التشغيل. طيب يعني زياده اسعار السلع ايضا كذلك لازمته فوضى في الاسواق، وارتفعت الاسعار بشكل جنوني. هل ستنجح اسواق البيع المخفض في تخفيف وطأة ارتفاع الاسعار برايك؟ هي اعتقد في تقديري حسب التجارب السابقه في اعوام 2013 وغيرها هي مجرد مسكنات. حتى التجربه نفسها لم تستمر كثيرا، يعني استمرت لدواعي سياسيه اكثر من انها اقتصاديه، استمرت لفتره صغيره ثم اغلقت ابوابها بعد ان ارتفعت اسعارها وتجاوزت المحلات التجاريه التي تنتشر في الاحياء. حاليا هناك فارق تقريبا يصل الى نحو 5 جنيهات بين السعر الموجود في السوق والسعر الموجود في الاسواق التي افتتحت حاليا. اعتقد من الحكمه انه يعني لابد للحكومه اجراء معالجات بحيث يتم دعم المنتجين، دعم المصانع وغيرها ليتم انخفاض للاسعار. هذه الاجراءات هي اجراءات مؤقته قد لا تكون فعاله على المدى الطويل. ستستمر هذه الاسواق لفتره قصيره ثم لن تستمر، ستغلق ابوابها. لذلك لابد من اجراء معالجات فعاله حتى على المستوى الطويل عبر تخليل تكلفه الانتاج. وكما قلت لك هذا الأمر يرتبط بالسؤال السابق، لابد من النظر بجدية للأخطار التي تهدد إغلاق المصانع في الفترة القادمة. طيب يعني على ذكر المصانع أيضا كذلك الدولة تطبق الاقتصاد الحر، كيف ستنفذ حملات على الأسواق بشأن الأسعار؟ يعني طبعا الاقتصاد الحر يلزم الحكومة بعدم التدخل في 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 مسألة الأسعار، ولكن في ذات الوقت لدى الحكومة مسؤولية أخلاقية في تحديد السلع. بعض التقديرات تشير إلى أن إنتاج طن الإسمنت حتى وصوله الخرطوم لا يتجاوز 2000 جنيه، 2 مليون بالقديم، ولكن يباع حاليا في الأسواق ب 4 مليون. فهناك جشع، مسألة الجشع موجودة، هناك تباين في الأسعار، والأمر يرد إلى السياسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالدولار الجمركي بارتفاع الرسوم الكهرباء، ارتفاع حتى الرسوم الإضافية مثل النفايات وغيرها من الأمور الأخرى، هي بتزيد التكلفة تحت الأسعار. لكن لابد للحكومة كما قلت لك من إجراء معالجات سريعة وعاجلة لتلافي كل هذه المشكلات. يعني في الخبر ذات نفسه يعني استدعاء الوزراء للبرلمان بشأن الأسعار، نيابة حماية المستهلك، غرفة المصدرين، معلومات كثيرة جدا، ماذا تتوقع من حلول قادمة؟ من الصعب التوقع ما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها، لكن الهدف الأساسي الذي إذا لم يتم تحقيقه فإن هذه الاستدعاءات وغيرها من الأشكال ممكن نقول أنها إجراءات شكلية لا تحقق الهدف الأساسي. يجب أن يتم تخفيض السلع، تخفيض الأسعار
بحيث أنها تكون في متناول المواطنين، خاصة أنه ليست هناك زيادات في المرتبات، حتى زيادة المرتبات لن تكون مجدية ولن تكون فعالة. لذلك لابد من إجراء معالجات أساسية لتخفيض تكلفة الإنتاج. الحكومة تريد أن ترفع الإنتاج على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي حتى تخفض، يزيد الإنتاج على الاستهلاك، يزيد الصادر على الوارد. هذه الوصفة المعروفة بالنسبة للاقتصاديين ومعروفة حتى للحكومة. هذا الأمر لن يتحقق في ظل الموازنة الحالية التي ترفع تكلفة الإنتاج وتهدد الكثير من المصانع بالتوقف. في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، فإن هذا يشكل ضغطا إضافيا على المواطن يمكن أن يؤدي إلى مترتبات سياسية أخرى.